السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لما حياتك تكون ماشية تمام جدا جدا وفجأة تتقلب رأسا على عقب من غير اي مقدمات، تخيل حالتك النفسية ممكن تبقى عاملة ازاي لما تعيش حالة من الحزن العام بسبب وفاة اقرب الناس ليك، وكمان حزن كبير جدا على يعني الطرف التاني في المعزة. طبعا اهلنا هما الطرفين اللي مش هيبقى فيه معزة بعديهم. هنقول تفاصيل جديدة جدا عن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، للأسف مؤسفة جدا، وكمان دنيا وإيمي قرارات جديدة جدا مصيرية في حياتهم الفنية، ده تم الإعلان عنه عبر قناة العربية طبعا منذ قليل، وتطورات خطيرة جدا في حالة الفنانة دلال عبد العزيز على لسان تامر أمين، وكمان رامي رضوان في حالة من التعصب الشديدة جدا على الأخبار الشائعة على حماته. طبعا هنشوف كل التفاصيل. في البداية نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. دنيا وإيمي سمير غانم بيعيشوا الفترة دي حالة من الحزن العام، حزن كبير جدا بسبب وفاة والدهم الفنان الكبير سمير غانم، وكمان إلى جانب مرض والدتهم الفنانة دلال عبد العزيز. يعني هي متعرضة طبعا احنا عارفين لوعكة صحية كبيرة جدا، ونتيجة المسحة بتاعتها الحمد لله سلبية. طب ليه موجودة في المستشفى حتى الآن؟ بالتحديد كمان داخل العناية المركزة، لدرجة انها لو طلعت من العناية المركزة هتموت. طبعا الاعمار بيد الله، ولكن طبيا بيقولوا كده. كمان ان هي دلوقتي يا جماعة بتعاني من مضاعفات كورونا، وخصوصا بالنسبة لسنها، هي عندها 61 سنة طبعا، فالمشكلة دلوقتي انها عندها تليف في الرئة. فحاليا التليف في الرئة يعني تحتاج لجرعات كبيرة جدا من الأكسجين على رأي الطبيب المعالج ليها، وكمان لما قالوا انها لو نزلت فعلا من العناية المركزة الغرفة عادية ممكن يحصل انتكاسة كبيرة جدا، ولا قدر الله ممكن تفارق الحياة. دنيا وإيمي حاليا بيعيشوا في فترة غير مستقرة تماما بسبب والدتهم، وبسبب الحالة النفسية اللي هي بتعاني منها، خصوصا ان حالتها النفسية متوقفة على انها تشوف سمير غانم او تكلمه، على حسب ما اتقال من احدى المصادر انها الحاجة الوحيدة اللي ممكن تريحها دلوقتي انها تشوف او تكلم زوجها سمير غانم. سبحان الله، طبعا دي بتطلب حاجة يمكن تكون مستحيلة، ولكن طبعا ارادة ربنا فوق كل شيء قادر يقومها من اللي هي فيه. دلوقتي هي دلوقتي بتحتاج بصورة دائمة الى الاكسجين، الى جانب عدم معرفتها بوفاة زوجها وعشرة عمرها طبعا سمير غانم. مع كل اللي دنيا وإيمي بمروا بيه كان لازم يكون في قرارات حاسمة. قرر بقى الثنائي الاعتذار عن كل المشاريع السينمائية المعروضة عليهم. هنقول ده وقته، للأسف في يعني في حاجات كتيرة جدا معروضة عليهم هما الاثنين خلال الفترة دي، في خلال طبعا ان هما في حين ان والدتهم تعبانة ونفسيتهم متدهورة بسبب فراق والدهم، هم أجلوا كل الحاجات لحين إشعار آخر. مش هقول لحضراتكم إنهم اعتزلوا التمثيل أو اعتزلوا الفن أو هيتوقفوا عن العمل، ولكن هم قالوا لحين إشعار آخر، وذلك وفقا لما أكدوا مصدر مقرب منه. كمان المصدر أوضح إنهم هما الاثنين كانوا في صدد قراءة أكتر من عمل فني لاختيار الأفضل بينهم وتقديمه للجمهور، إلا إن طبعا الظروف اللي استجدت عليهم وفاة والدهم النجم الكبير سمير غانم ومرض النجمة دلال عبد العزيز طبعا وقلقهم الدائم عليها بسبب حالتها الصحية الحرجة، زي ما رامي رضوان قال إن احنا لسه في الوضع الحرج. وكمان امبارح تامر أمين خض الجمهور بمعنى أصح لما قال ادعو لها بالرحمة، ناس كتيرة جدا توقفت عند الكلمة، يعني ادعي لها بالشفاء، الشفاء العاجل، ربنا يرجعها لبناتها. طبعا اثار قلق ناس كتير جدا ان هو عارف تفاصيل عن حالتها الصحية. كمان رامي رضوان قال ملعون ابو السبق الصحفي، بمعنى ان في ناس كتيرة جدا عمالة تقول وفاة دلال عبد العزيز، وفاة دلال عبد العزيز، وفاتها اكلينيكيا، اللحظات الاخيرة في حياتها. يمكن حضراتكم لو متابعينك كويس مستحيل اكون كتبت عنوان زي ده في اي
في اي حاجة موجودة عندي، لان حرام حرام مشاعر الناس لما حد من بناتها يشوف كلمة وفاء. تخيلوا كده لو حد هيقول على ابنك او على والدتك او والدك وفاء وهي ما توفتش، اكيد الموضوع بيوجع، يعني بيكون الموضوع صعب جدا. هي عندها فشل تنفسي حاد. احنا بنحاول نطمن حضراتكم، الاخبار سيئة، الوضع حرج جدا جدا جدا، ولكن ارادة ربنا فوق كل شيء. طبعا هكمل موضوع دنيا وامي، ان هم حاليا كان دنيا بتمثل في مسلسل عالم موازي، وبعد كده هي اتصابت، وبعد كده والدتها النجمة دلال عبد العزيز، وبعد كده استعانت بوالدها سمير غانم، ولكن هو كمان اتصاب بفيروس كورونا وتوقف هو كمان المسلسل تماما. هناك اشاعات كتيرة جدا قالت ان هو حاليا المسلسل رجع اتصور تاني. يعني اعتقد يا جماعة اللي بتقولوه ده مستحيل، مستحيل دنيا تكون في الوضع اللي هي فيه ده وممكن تقف امام كاميرا او تمثل، او لا مستحيل. طبعا هما كان وصية دايما بتتردد على السوشيال ميديا، كمان هنتكلم معاها عليها ان هم قالوا ان دلال عبد العزيز طلبت منهم انهم دايما يدفعوا الصدقات اللي هي الشهريه اللي كانت عاملاها لكام شخص كده معين. انا اقول لحضراتكم ان الموضوع ده حقيقه فعلا، لانها قبل ما تدخل في الغيبوبه اللي هي فيها حاليا طلبت من بناتها دنيا وامي يوزعوا الشهريه، وقالت لهم مهما كانت هي رمزية او بسيطة بالنسبة لناس كتير هم محتاجينها. دنيا وامي ايمي كمان كان من وصية والدهم انهم كل جمعة يروحوا يزوروه في المقابر، وبالفعل راحوا الجمعة الماضية ولكن ما سلموش حتى من كلام الناس، او بمعنى اصح ما قدروش يعبروا عن حزنهم او انهيارهم بجد، لانهم في وضع صعب انها اول جمعة تفوت على والدهم ورايحين يبكوا ويلاقوا الكاميرات والمصورين فوق راسهم بيصوروا اللحظة اللي هي عايزة تقعد فيها مع والدها تبكي. طبعا رامي رضوان اتكلم النقطة دي وقال حرام عليكم راعوا مشاعرنا. والناس كمان مسكت ايمي وفضلت تقول لها يعني رايحة بألوان، رايحة لوالدك بالطريقة دي، يعني الحزن مش بالهدوم، والله لو بالهدوم هنفضل لابسين اسود طول العمر، لكن هو الهدوم ما بترجعش اي حاجة. هي كمان بتراعي يمكن عشان والدتها خارجة من عند والدتها وهترجع عليها، وتخيلوا الموقف اللي هم فيه، والدتهم بين الحياة والموت ولسه ما تعرفش ان زوجها مات، والكلمة الوحيدة اللي مستمر انها ترددها دلال عبد العزيز انا عايزه سمير، عايزه اشوف سمير، هو موجود فين، خبروني عنه، احكوا لي اي كلام. تخيلوا هي حتى وهي في غيبوبه كل الكلام اللي ممكن تطلعه هو الكلام ده. الله يكون في عونهم، ويكون طبعا في عون دنيا وامي، الحمل تقيل جدا عليهم، ولكن رحمة ربنا وسعت كل شيء. ربنا يرجع لهم والدتهم بألف سلامة. بتمنى طبعا من حضراتكم تدعوا لهم وتدعوا للفنانة دلال عبد العزيز من قلبكم، ربنا يعدي الموقف الصعب ده جدا على خير. أنا مستمرة في تغطية عن أخبار دلال عبد العزيز، لأن في مجموعة كبيرة بتستنى أخبارها. وكمان أنا عايزة أتكلم في نقطة، أنا ما بطلبش منكم لايك ولا اشتراك، على الرغم إن ده مش عيب ولا حرام، أنا ببدأ بالصلاة والسلام عليه وبنقل الاخبار. الناس اللي بتقول لي انت اعملي فتنه وبتعملي ايه الفتنه في اللي انا قلته، يعني اعتقد حتى بحاول اجمع كل الصور اللي ما تكونش خادشه للحياه. طبعا ربنا يعني مش قادره اقول لحضراتكم حاجه غير بشكركم جزيلا، ويا رب اكون عند حسن الظن، وبعتذر جدا لو كنت طولت على حضراتكم، سامحوني، ولكن حابه التفاصيل. سلام عليكم.